عام شكرا داليا. لأول مرة يعرف القضاء الجزائري مزول متهمين بهذا الحجم وبهذه المسؤوليات الكبرى، ثم تصدر في حقهم أحكام مدينة بخمسة عشر سنة سجنا لكل من السعيد بوتفليقة وجنرالين توفيق وطرطاق، بالإضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال، فيما صدر حكم بعشرين سنة غيابيا لثلاثة متهمين هم في حالة فرار، كل من خالد نزار وزير العزة وزير الدفاع الأسبق ونجله لطفي ورجل الأعمال فريد بن حمدين. الساحة السياسية هنا والشعبية في الجزائر ثمنت هذه القرارات التي اعتبرتها تاريخية وسابقة في تاريخ البلاد، ومنهم من طالب بعدم توظيفها سياسيا في الانتخابات القادمة، لكن على العموم الكل ثمن هذه القرارات واعتبرها إيجابية في إطار محاربة الفساد. بمعنى ماذا عدم توظيفها سياسيا حسان؟ البعض اعتبر أن هناك محاولة من السلطة لدخول في الانتخابات بأحد المترشحين حتى لا يتم توظيف هذه المحاكمة سياسيا، طالبوا بأن تبقى في إطار العدالة فقط متمنين ما جاء به القرار. أما من جهة أخرى فقد قدمت هيئة دفاع المتهمين بطعن في القرار وعلى أن تستأنف القضية بعد قرار من المحكمة العسكرية. يعني أفهم من كلامك حسان أنه الحكم ليس نهائيا، يعني هناك استئناف لهذه الأحكام؟ نعم، هذا الحكم ليس نهائيا، يمكن أن يكون فيه استئناف، هو قابل للطعن الآن درجة الأولى من المحكمة، ثم فيه مقطع آخر، ثم بعدها ليصدر القرار النهائي، يعني فيه مجال للطعن أمام هيئة الدفاع للدفاع عن موكليهم. شكرا جزيلا، سنبقى في ضوء أي مستجدات حول هذه القضية. مراسلنا من الجزائر حسان جزائري كنت معنا عبر الهاتف. حسان شكرا. كيف كانت رد فعل جنرال توفيق بعد تلقيه نبأ الحكم؟ رد عادي شجاع، وكاين مازال إجراءات، مازال الحرب القضائي. أنكم ستستأنفون في الحكم؟ طبعا. أنكم ستستأنفون في الحكم؟ طبعا، هذا هو هذا حق المحكوم عليهم. انت متاسس في حق في حق الامين العام لحزب العمال السيده لويزا حمدي. شكرا، يعطيكم الصحه. اسمحونا، تبارك الله، اسمك من فضلك رشيد خان، الدفاع عن لويزا حنون. استاذ، كيف كانت رد فعل المتهمين تلقيهم نبأ الحكم؟ رد الفعل ان شاء الله نديروا استئناف واللي في الخارج يا ربي. يعطيكم الصحه، تبارك الله فيكم. شكرا، يعطيكم الصحه.